رئيس الإذاعة السابقة عبد البر. أستاذة نجلاء، كل سنة وهي طيبة، كل سنة وهي طيبة. وحشتنا والله. والله بشكرك، احنا بنفرح قوي لما بتبقوا فاكرين مذيعين والله فاكريننا الحمد وفاكرين لله. لقاءاتها الجميلة وجرائتها ومناقشتها والحاجات الحلوة دي. ربنا يبارك في حضرتك، بتسعدونا جدا، كل سنة وحضرتك بكل خير. وانت طيبة، وكل حبيب سنة منصور، والأستاذ محمد نور طيب حبيبة، والناصر في البرنامج وبيسلم على حضرتك، وكل سنة وحضرتك بكل خير. شكرا، أيوة. كل سنة وحضرتك طيب. احنا بقى بالنسبة للسعادة يا ست الكل، ايوه، الواحد منا هو صانع السعادة. ازاي بقى؟ يعني انا مثلا رب اسرة واحفاد في البيت وبنات واولاد وكلام من ده، رغم هموم الحياة لازم ابتسم، طبعا لازم اضحك، طبعا يعني أداري اللي جوايا بابتسامة، بضحكة، بإن أنا أناقش ولد صغير أو بنت مثلا في تانية إعدادي في ثانوي وفي كلية، إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ كل سنة منورين، واخدة بالك؟ والله لما بتعمل كده تلاقي الهموم خفت وبيوجد السعادة للي حوالينا. صحيح صحيح، للي حوالينا رغم أعباء الحياة. أيوه، بس لازم نعمل جو من السعادة، جو أسري صحيح، من السعادة. ربنا يخليك ليهم ويديم عليك فرحة العيد وبهجة الله العيد يخليك. وأحلى أيام. أنا عايز بقى من الأستاذ محمد نور بقى أغنية أنا عايزك تكبر يا ولد. حبيت بلدي، حبيت حبيت بلدي بلد. قوي. حاضر إن شاء الله، إن شاء الله، وحضرتك بكل خير. بشكرك جدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على التليفون التاني أستاذ عبير. عبير حبيبتي، صباح الفل حضرتك. طيبة حبيبتي، وانتي بكل خير. أسوان وأحلى أماكن، وبيتهيألي كده الحياة خروجة، يعني أسوان الحياة فيها خروجة، لأنه الناس يعني بتحب بعض، حريصة على الود والعيد. أيوة، كل سنة وانتي بكل خير. انتي بخير في حضرتك، منورة الفترة ما شاء الله عليكي. والله انتوا اللي منورينها. في أكلة معينة بتعملوها في أسوان في العيد، ولا أسماك برضو ورنجة وفسيخ؟ أيوة برضو سمك، أكيد السمك ده أساسي يعني. احنا فطرنا غدنا سمك الصراحة. اتغديتوا سمك امبارح؟ لا، يا أول يوم العيد. أول أيام وتاني أيام؟ نعم بقى، امبارح طبيخ عادي. عادي بقى، لكن لازم أول أيام العيد يبقى سمك. سمك يعني مش قوي، يعني مش كل سنة. لا اه، عملنا بالهنا والشفا، ودايما معيده وفرحانه واحلى ايام يا رب حبيبتي، ويخليكوا لينا. محمد منير، كلنا والله عايزين نسمع محمد منير. حاضر، تحبي اغنيه معينه لمحمد منير ولا احنا نختار ونهدي لك؟ حاضر حاضر، كل سنه وانتي بكل خير وسعاده. حبيبتي شكرا، سلام.